بدأ السوريون المقيمون في ولاية هاتاي بتجهيز مستلزمات شهر رمضان لهذا العام، لكن الظروف الاقتصادية التي تمر على الأسواق حدت من حاجياتهم وقللت من كمياتها، كما أثرت على حركة البيع والشراء. يستقبل السوريون في هاتاي رمضان هذا العام بارتفاع أسعار جميع المنتجات في الأسواق، فما هي تجهيزاتهم وما أهم الأمور التي يحتاجونها لاستقبال هذا الشهر الكريم؟ بالنسبة لنا هون ماركت في هاتاي جهزنا الأمور، التمور، جهزنا الأجبان، ألبان، المونة، الحلاوي، الأكثر شيء بيختصوا فيها السوريين يعني بتناول السوريين الكام رمضان، بس أقبال الناس كتير قليل، مو مثل هذيك السنة، في هاي السنة كتير غلى كتير، يعني غلب التمور، غلب الحلاوي، بالأجبان، بالألمان، التمور هذيك السنة على الأرخص من هيك، مثلا الزبون يأخذ كرتونة 5-6 كيلو، الغلى هلا صاير ما عم يأخذ كيلو، كيلو ونص، إن كان الحلاوي كمان نفس الشيء، المونة، في غلى كتير، أكثر شيء السوريين بيستخدموا مثلا التمور للإفطار، الحلاوي، المونة، أجبان، الألبان، هي اللي بيستخدموها أكثر شيء. هلا أنا كسوري عايش في تركيا بشكل عام، يعني هاي السنة عن باقي السنوات السابقة كلها الأسعار ارتفعت بشكل جدا مضاعف، والتضخم صار نسبة كتير كبيرة يعني على مستوى تركيا هون، وخصوصا احنا كسوريين لاجئين هون أعمالنا هي عموما أعمال حرة أكثر مما تكون وظائف أو ما شابه ذلك، فالموضوع صار صعب بالنسبة لنا. سابقا أنت المئة ليرة التركية اللي كنت تشتري فيها فلنفترض ما بين خضرة وفواكه وتمر وتكفيك تقريبا أسبوع 10 أيام برمضان، أنت اليوم 300-400 ليرة يعني تكفيك أسبوع وما بتكفيك. بشكل عام السوريين برمضان أكلنا شوي بيختلف عن باقي شهور العام، وبنفس الوقت أعمالنا هاي الوقت صار أصعب، فاليوم نحن اللي كنا نشتري أغراض ب 200 ليرة اليوم قللنا الكمية، بينما كنت تشتري مثلاً كيلين أو ثلاثة تمر اليوم أنت بتشتري بلوئية بالنص كيلو، بينما كنت تشتري مثلاً 4-5 كيليات جبنة مثلاً تحطها لكل الشهر اليوم تشتري أنت بالكيلو بالنص كيلو، يعني بشكل عام أمورنا هيك صارت تحاول تقلل الكمية لتخفف المصروف والضغط عليك. السنة الماضية أفضل من هاي السنة، السنة الماضية ممكن كان في أرخص من هذا الوضع أحسن. في شغل اللي يعني بس السنة كتير غلى كتير غلى الحمد لله رب العالمين، ونحن عم نعمل جهدنا يعني عم نبيع تلت اللي كنا نبيعه السنة الماضية. السنة الماضية البركة اشتغلنا أكتر، بس السنة كتير يعني الأسعار بسبب الأسعار وبسبب يعني قلة الدخل مع العالم والخلق، يعني ما أحد عم بياخذ مثل السنة الماضية، يعني السنة الماضية كان واحد ياخذ له كيلو كيلو ونص لحمة ثلاثة، هلا بياخذ نص كيلو، بياخذ ربع كيلو، بياخذ 10 ليرات، بياخذ 20 ليرة، مو مثل قبل. نحن عم نعمل اللي علينا إن شاء الله ناويين نكسر الأسعار، لو ربحنا قليل بس إنه نقدر نعيش مع العالم مثل ما يعيش. في تركيا أيضا ارتفعت أسعار المواد الغذائية والخضروات ومعظم المواد الأساسية، الأمر الذي ترك أثره على السوريين فيها خاصة مع دخول شهر رمضان. وائل عادل والتفاصيل. بضعة أكياس من الخضروات تفاجئ أحمد الذي اختصر احتياجات أسرته لأقل من النصف بسبب ارتفاع الأسعار بشكل جنوني قبيل دخول الشهر الكريم. كل بندورة والخيار لأنه الدنيا شتاء، يعني هلا بالأخير بالأساس هو مو موسمون يعني، لكن نحن بنحكي عن الموسميات. البرتقال أنت كنت عم تاخده فرضا بنص ليرة الكيلو، بثلاث أرباع ليرة ماكسيمو ليرة، هلا صار السعر بالأربع خمس ليرات ست ليرات. أنا مبارحة جبت الكيلو بست ليرات برتقال أبو السرة وهذا موسمه، يعني يعني كثير في أشياء اختلفت، الأسعار زادت زيادة عن اللزوم بكل شيء، يعني بكل شيء، مو إنه بصنف معين، لا بكل شيء. يا كريم. يأتي شهر رمضان المبارك هذا العام في تركيا بعد عامين من الحظر الذي أرهق السوريين والأتراك على حد سواء اقتصاديا واجتماعيا، غير أن ارتفاع الأسعار بشكل كبير يعود بأثره السلبي على الأسواق. معلم بالنسبة لنا شهر رمضان الفضيل، يعني كل مثل هالوقت كون احنا جاهزين مثل عادة، بس على هالغلا ما عم نجهز أي شيء طويل. بالنسبة لغلا الأسعار، غلا المواد، غلا كل شيء، يعني ما في بهجة رمضان مثل هالسنة طويل. يعني كان كيلو التمر هذيك السنة كيلو بعشر ليرات أو بثمان ليرات، اليوم أسوأ أنواع التمر كيلو بخمسة وعشرين، يعني ما حدا عم يشتري طويل. الغلا يعني غلا كتير كتير غلا. يبقى الحال على ما هو مع ارتفاع الأسعار وثبات الأجور، بينما تطرق المناسبات على الأبواب ويبقى أثر شهر رمضان طيباً على النفوس
مهما تغيرت الأحوال. يقبل شهر رمضان على السوريين في تركيا والأسعار في ارتفاع متزايد. قد يجد البعض بدائل لاحتياجاته الأساسية، غير أن الكثير من العائلات تشكو قلة الحيلة وضعف الحال. وائل عادل، تلفزيون سوريا، مدينة غازي عنتاب، جنوبية تركيا. ومعنا الآن عبادة منصور مراسل تلفزيون سوريا من ولاية هاتاي. مساء الخير عبادة، كيف يستقبل السوريون قدوم شهر رمضان؟ مساء الخير محمد وكل عام وأنتم بخير. حقيقة يعني اليوم شاهدنا السوريين هنا في ولاية هاتاي يعني حقيقة بدأوا يزورون الأسواق، بدأوا بشراء الحاجيات على الرغم من يعني وجود مصاعب عديدة، هي بداية من ارتفاع الأسعار التي يعني كان حقيقة كبير جدا على هذه الأسر هنا، خاصة هذه الأسر التي بالعموم هي أسر فقيرة أو يعني وضعها الاجتماعي يعتبر وضع سيء مقارنة بباقي المناطق التركية. اليوم هناك عدد كبير من الأسر السورية حقيقة لن تستطيع يعني الحصول على جميع احتياجاتها التي كانت تؤمنها قبل بداية شهر رمضان في السنوات السابقة، خاصة يعني المواد التي بدأت تشتريها بشكل أكبر هنا بعد وجودها في تركيا. يعني محمد، بعض الأسر التي التقيناها في الأسواق خلال جولتنا التي قمنا بها خلال اليومين الماضيين قالت بأن يعني عدد كبير من الحاجيات الأساسية التي كانت تحصل عليها الأسرة والتي تؤمنها بكميات كبيرة ستقوم هذا الشهر الكريم باختصارها وتقليل كمياتها يعني حتى تستطيع تأمين هذه الحاجيات، خاصة الأمور الأساسية، الأمور الأساسية كالزيت والسكر وغيرها من الأجبان والألبان والمونة التي يعني يقوم بإحضارها وتوفيرها السوريين حقيقة على موادهم، مواد الإفطار والسحور. وأيضا يعني محمد، بعض الأسر قالت بأنها يعني لن تستطيع يعني شراء هذه الحاجيات، يعني ستختصر كثيرا من الأمور يعني ولن توفرها على موادها بسبب ارتفاع هذه الأسعار. يعني اليوم محمد عدد كبير من الأسر السورية في ولاية هاتاي في مدينة ريحانية وغيرها يعني الدخل الشهري لهذه الأسر لا يزيد عن 3000 ليرة، وحقيقة هذا المبلغ هو مبلغ قليل جدا يعني مقارنة بوضع الأسر ووضع يعني المواد التجارية في الأسواق. شكرا جزيلا لك عبادة منصور مراسل تلفزيون سوريا من هاتاي.